يوسف. يوسف انت تمثل مين يعني الحين؟ شخصية انا مسويها. انا مسويها شخصية. شخصية اكيد انت مسويها. ايوه. صعب ادش معاك عادي يا يوسف؟ ها؟ ادش معاك عادي اقول؟ اي عادي صعبة شوية. ها؟ صعبة شوية. ليه صعبة؟ اشلون؟ طيب انت كذا ما تلعب الاطفال ولا شيء؟ عارف نفسك يوسف؟ انا اسمي يوسف وحب الشعر روحه. ايوه. يسوي انا شخصية انا ممثل روحه، امثل روحه. اسمع بيه. اجي فعليا اتصور مع الناس و اسوي اكشن يعني. اي اكشن حركات انترتينمنت يعني. طيب الاطفال هل يخافوا منك ولا يحبوك يعني؟ في حسب، في بعض يخافوا او لا. طب هذه ما تكون احد الشخصيات اللي في الالعاب موجوده هي؟ لا انا مسويها. ها؟ انا مسويها. انت مسويها بنفسك يعني؟ ايوه. شلون طيب سويت المكياج ولا؟ مع التدريب. ها؟ مع التدريب والوقت يعني. مع تجيب الوقت يعني. ايوه تاخذ الوقت الديزاين تسويها وتفكر الاشياء دي كلها تاخذ وقت. طيب فين تصوروا معاك؟ ايوه في بعض يخافوا بعض لا. كم اخذ لك المكياج يعني؟ 10 دقائق ربع ساعة. ربع ساعة؟ تقريبا. طبعا تكون كل يوم متواجد في الفعالية هذه؟ كل يوم متواجد تكون؟ مش بس صعبة عشان موظف انا صعبة. ها؟ انا موظف صعبة اني اجي كل يوم. ها. طيب في انا شفت اشكال ثانية او ناس يمثلون شخصيات ثانية. ايوه بس رعب ما لقيت. ما في رعب، انت الوحيد الرعب هنا؟ ايوه. ايوه. طيب ليش اخترت الشخصية هذه كاركتر هذا؟ هو دائما اسويها في اي فعالية رعب. واحد من مكياج او ماسك البث مثلا مثال في ماسك انا سويته هنا ايوه يلبس ذكر سوى دائما طيب ايش رايك بالفعاليه هذه بشكل عام فعاليات موسم الرياض والفعاليه هذه كانها مثلا تعطي فرصه للمواهب امثالك في انهم يبرزون يبدعون يعني والله فرصه حلوه فرصه يعني كبيره يعني يعني الحمد لله انه جات الفرصه هذه ايوه انه الناس زيي وغيري يعني يقدروا يبدعوا في الفعاليات هذه نعم يبرزوا امكانياتهم ومواهبهم يعني اي نعم مجال خاص بأي واحد عنده فكره ممكن اي فرصه ممتازه فرصه يعني طيب في مردود مادي من ظهورك على الشخصيه الحين ولا بس هي في مردود مادي انت الحين تاخذ منها لا لا هي انا جاي بنفسي كذا جاي بنفسي هي بنفسك يعني إيه إيه. طيب يعني ما طيب شلون انت قدمت على منصه مطلوب ولا كيف يعني؟ قدمت بس ما جاني رد. ايوه. اي انا قدمت بس ما جاني رد وكلمتهم قالوا لي اكتفينا ما في عدد كافي. ايوه. فما اتصل علي فجيت بنفسي. طيب سمحوا لك بالظهور كيف يعني الحين؟ كلمتهم كلمتهم. كلمتهم في انستغرام قالوا عادي. ممتاز يعني ما مسموح اي طالع اي شاب عنده موهبه. ايوه. شوف يعني يبرزها يعني انت مو بحث عن المادة، بحث عن ذاتك يعني. ايوه. أبا استمتع وأبا متع غيري. ايوه. ممتاز. في ناس بيصوروا معاك. صورهم معاك. والله كوست بلاي اسطوري. حلو. تخافوا من الشخصية هذه؟ لا والله. ما شكل لكم رعب ولا شيء؟ مألوفة بس ما. ها؟ من فيلم، لعبة، أنمي. أنا مسويها. والله اعتقد ان في الله اعلم اتمنى اني اشارك في فعالية